أي شيء ضحى بالسكس. ما بقدر. شوفوا بأي حرقة وبأي شوق وبأي بكاء هذا الجزائري فرح نشط مسرور كأنه أحسن يوم في حياته بمنحه الجنسية المغربية. الكثير من الأمثلة الجزائرية اللي تطالب ولا فرحانة بزاف بالجنسية المغربية تدلنا على أن المغرب بلد مضياف وأن القانون في المغرب أصبح عادلا وأصبح ديمقراطيا. منين تفضل صاحب جلالة محمد السادس نصر الله ومنح أولا الجنسية لكل المتزوجين الأجانب وثانيا لكل أبناء الأجانب اللي أمهم مغربية، وثم الآن كان مطالبة بمنح الجنسية كذلك للزوج الأجنبي للمرأة المغربية وكذلك الناس المقيمين في المغرب منذ مدة طويلة. سنرى كل هذا بعد هذه الوصلة الإشهارية. أهلا بكم سيداتي وسادتي في الفيديو اللي نخصه اليوم على المواطنين الجزائريين اللي حصلوا ولا يودون الحصول على الجنسية المغربية. وأول مثال هو المهندسة المعمارية اللي قطنا في وجدة واللي كانت جات المغرب منذ عقدين من الزمان بعد زواج لها بمغربي بمدينة وجدة. والغريب في الأمر والجميل كذلك هو أنها ساق الخبر أنها حصلت على الجنسية المغربية صدفة بعدما هاتفت وزارة العدل للحصول على شهادة حسن السيرة بعد ما تمكنتش منها في البلدية. هاتفت وزارة العدل فإذا بمخاطبة ديالها تقول لها أنك الآن مغربية، وكانت مسرورة جدا وفرحة جدا. شوفوا هاد التصريحات ديال هاد المهندسة المعمارية القاطنة بوجدة. مهندسة معمارية كاتبة جزائرية مغربية، عشت في الجزائر مدة 24 سنة وجيت للمغرب في سنة 1998 عن طريق زواج. خديت الجنسية المغربية، هذا أول حاجة عطاهني المغرب وعطاهني جلالة الملك محمد السادس الله ينصره. شخصيا أنا نحب هذا الشخص لأنه شخص مسالم طيب، يبغي يعاون الناس. واتصلت بوزارة العدل قالت لي راها خرجت لك الجنسية، راها خديتي الجنسية المغربية. هذا أول أشياء الجميلة اللي صارت لي في حياتي في المغرب. إذن هذا هو سر حبي للملك. هناك العديد من النجوم خصوصا النجوم الراي بعد حصول الشاب خالد على الجنسية المغربية يطالبوا الجنسية المغربية. كاين فضيل، كاين نجوم كثار تيطالبوا بالجنسية المغربية، بل كذلك اللاعب التنس النجم الجزائري وهاب واللي سبق له شارك في الألعاب الأولمبية تحت الراية الجزائرية يطالب بإلحاح بالجنسية المغربية. هذا يعني أن المغرب كان عادلا في قانونه، وكان وأن شعب المغرب شعب مسالم ويتعايش مع الأجنبي بصفة جميلة وبطريقة جميلة. هنا نشوفوا واحد الأم جزائرية عازبة، يعني أم عازبة ما عندهاش زوج، تطالب بإلحاح وبحرقة حصول ابنها على الجنسية المغربية لأنها ما بغاتوش يتعيط له الجزائر وما بغاتوش يرجع الجزائر، وترفض رفضا تاما الذهاب إلى العيش في الجزائر وتطلب الجنسية المغربية.
انا ما كنطلبش القنصليه ولا كنطلب الجزائر ولا كنطلب، انا كنطلب من سيدنا وكنطلب عاش الملك وكنطلب سيدنا وكنطلب سيدنا ولي زعما يشوف من حالي ومن حال هذاك الولد. انا بغيت جنسيه مغربيه. وما كاينش غير الناس اللي عندهم فلوس اللي كيطالبوا بالجنسيه المغربيه. هناك الان نشوف جزائري يعيش في المغرب فقير يحلف بالله ما عنده حتى سنتيم، ولكن يريد شيئا واحدا والجنسيه المغربيه وضمان العيش الى اخر ايامه في المغرب، ويطلبها بالحاح ويناشد صاحب الجلاله بالحاح. عاش الملك وعاش الملك والصحراء المغربية والصحراء المغربية والصحراء المغربية. نطلب من جلالة الملك جنسية مغربية، وعندي الوراق باللي عندي الحمد لله يا ربي. أنا نطالب بالجنسية المغربية وعاش المغرب وعاش محمد السادس وتحيا المغرب. أنا لاقي راحتي نفسيا ما عنديش درهم تحتي، ولاقي راحتي نفسيا في المغرب. جميل أن نرى كل هذا، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه وبإلحاح هو لماذا الجزائريين اللي عندهم جنسية جزائرية يصرون على حصول على الجنسية المغربية، علما أن في بالنسبة للناس العالم جنسية جزائرية وجنسية مغربية كيف كيف، إن من ناحية جواز السفر الجنسية المغربية لا تمنح السفر بدون تأشيرة لبزاف ديال الدول كنظيرتها الجزائرية، ولكن هاد الناس اللي عاشوا في المغرب وتعايشوا مع المغاربة يصرون ويشكرون صاحب الجلالة ويقرون بصحراء المغرب أو بمغربية الصحراء باش يبقوا عايشين في المغرب. هذا يعني أن المغرب بلد جميل، ولكن يعني كذلك أن طريقة العيش في الجزائر ونمط العيش في الجزائر صعب وصعب جداً، من ناحية التغذية، من ناحية الحرية، بزاف ديال النواحي، علما أن الجزائر أو رغما أن الجزائر بلد غني ببتروله، لكن كما قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بلد بترولي لا يعني بلد غني، وأعطى المثال بالجزائر اللي هو بلد بترولي يعني من أعضاء الأوبك، ورغم ذلك بالنسبة ليه دولة فقيرة، لأن عار باش الكبرانات، عار باش العسكر الجزائري يبقى بوحده هو والعائلة ديالو الصغيرة تتمتع بخيرات الجزائر، والشعب الأخ، الشعب الصديق، الشعب الحميم يبقى تعيش طوابير العدس، طوابير البطاطس، طوابير اللوبيا، طوابع الحليب، طوابع السميدة. الله ما دام منكر، الله ما دام منكر في دولة ممكن تعيش بحال دول الخليج. كيف ما كان الحال الجزائري اللي دابا تنمروا على المغرب، منهم واحد الجزائري صحافي يقالوا انه صحافي قال لك المغرب ما عندوش امكانيات باش ينظم كأس افريقيا الامم 2025 فما بالك ب 2030. نقول له قبل كرة القدم حاول انتقد حكام بلدك، وحاول اطلب على الله باش الشعب الجزائري الاخ يعيش احسن. هذا هو المهم. المهم ماشي هو تنمر علينا، انا واخا تنمر علينا كيما بغيتي، حنا ننظموا ان شاء الله كاس افريقيا 2025 وننظموا كاس العالم 2030. المهم انتم ينظموا المعيشه ديالكم. والسلام عليكم والى اللقاء في فيديو قادم بحول الله.